أهلا بكم في اللغة المنشورة أو المشهورة دلوقتي بين الناس بيقولوا الشباب الجديد يقول لك فلان ده أوفر أوفر يقصدوا بيه أنه رد فعله دايما مبالغ فيه حتى لما بنقول إيه في التمثيل ممثل ده أوفر أكتنج يعني معناها أنه ردوده مبالغ فيها بيبالغ في رد فعله في عندنا في الطب كلمة أوفر كتير قوي لكن أشهر أوفر على الإطلاق في الطب على فكرة هي فرط التنشيط الخاص بالمبيض في حاله تاخر الانجاب الاوفر ستيميوليشن الاوفر ريسبونس الاوفر ريسبونس بقى فرط التنشيط اسئله كتيره بتدور حول كلمه فرط التنشيط تفهمين يعني ايه تنشيط مبيض الست اللي عندها تاخر انجاب راحت للدكتور فقال لها احنا هنعمل لك تنشيط للمبيض بادويه معينه فبيحصل تنشيط فيه يعني ايه فرط التنشيط ده هنفهمه ليه بيحصل في حالات رغم ان دي خدت نفس الجرعه بتاعه دي بس دي حصل لها فرط تنشيط ودي عادي ما حصلهاش حاجه ليه ست تختلف عن ست هل هو بعبع فرط تنشيط هل هو بعبع فعلا مخيف مزعج مقلق جدا يخليني اضرب اخماسا في أستاذ كفريق طبي قد يكون يدخل فيه كمان احنا ندخل في طب الحالات الحرجه والبطنه يدخلوا عشان يساعدوا في, التو... في التعامل مع هذه الحاله هل فرض التنشيط له علاقة أو بمعنى أصح التعامل مع الجنين بالتجميد تجميد الأجنة أفاد هذه القصة وأقلل حدوثها أسئلة كثيرة هتطرح نفسها بقوة النهارده في حوار ممتع جدا مع واحد من الممتعين اللي بنتظر حوارهم واحد من أسماء البرزه القديره في عالم الاخصاب المساعد والحقل المجهري وتاخر الانجاب ضيف العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور احمد مرتضى استشاري الحقل المجهري واطفال النبيب وتاخر الانجاب استشاري بمراكز دار الطب الإسم القدير اهلا بك دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اسئله كلها أنا سالتها مره واحده فكلها عندك قدمها فوق الممتازه ربنا يبارك فيه أهلا. اوفر دي كلمه مشهوره قوي بس عندكم انتوا ليها وقعه هو ده, ده دي أكتر حاجة إحنا بنقلق منها في الحقن المجهري. الحقن المجهري والإخصاب المساعد من المجالات البسيطة اللي ما فيهوش فتح، ما فيهوش غرز، ما فيهوش نقل دم، ما فيهوش إجراءات صعبة، كلها إجراءات بسيطة بتتم عن طريق السونار المهبلي، وفي حاجات ممكن مع, مع, مع تخدير بسيط، عملية نقل الأجنة أصلاً من غير تخدير، فهي كلها إجراءات بسيطة. نيجي بقى لموضوع فرط التنشيط ده هو ده الحاجة اللي فعلاً بعبع بتاعنا، ده أكتر حاجة بنقلق منها لان هو من الاعراض اللي فعلا ممكن توصل لي يعني ممكن توصل لمشاكل كبيره بعد كده فرطة التنشيط هو خلل كيميائي ناتج عن رد فعل من جسم الحاله للمنشطات اللي احنا بنديها بيبقى رد فعل عنيف شويه بيحصل فيه خلل في حاجه اسمها اندوثيليال جروس فاكتور الاوعيه الدمويه بتفقد القدره على الاحتفاظ بالسوائل جواها نتيجه ايه نتيجه رد فعل الجسم نتيجه شفط البروتينات الكثيرة اللي حصل خلل في المعادن اللي اتشفطت من جسمها المهم الاوعيه الدمويه بدات تفقد السوائل اللي جواها فقدت السوائل دي بتروح فين بتبدا تبقى في البطن من اول بقى الحوض لحد البطن قد تصل الى الكبد قد تصل الى الرئه في الحالات الشديده قوي ده بيبقى مصحوب برده ان الدم اللي جوه الاوعيه الدمويه بقى تركيزه عالي جدا فدي بيبقى مصحوب اكتر بفرص تجلط ومشاكل في يعني حته ثانيه بقى خالص ما لهاش علاقه بينا يعني تلاقي لا قدر الله في جلطات في في في, في كذا حته ثانيه يعني فهو رد فعل من الجسم نتيجه المنشطات التبويض <applause> ايه مراحل بقى التنشيط نفسه او فرط التنشيط خلينا برضو متفقين هو الاسم نفسه مش دقيق قوي لان هو فرط التنشيط مش مرتبط قوي بالجرعه ومش مرتبط قوي بعدد البويضات يعني احنا في حالات كده كده عمرها ما تخش فرط تنشيط عمرها ان انت تطلع مثلا 10 15 بويضة من واحده مخزونها واحد او واحد ونص غير لما تطلع ال 10 15 دول من واحده مخزونها سته دي الاولانيه دي مستحيل تخش في فرط تنشيط او فرصها تكاد تكون منعدمه انما الثانيه دي احتمال كبير جدا تخش في الموضوع فرط التنشيط. فهو الموضوع مش مرتبط قوي بالجرعات مش مرتبط قوي بعدد البويضات قد ما هو مرتبط برد فعل الجسم للعلاج نفسه اللي احنا بنديه. المراحل بتاعته الحمد لله ان هي في الغالب بتبقى في المراحل البسيطه ده في الغالب ده اللي بنشوفه في الغالب. المراحل المتوسطه اقل شويه المراحل الحاده نادره جدا جدا المراحل البسيطه بتبقى اعراضها بسيطه يعني في الغالب وجع في الوجع تقل اعراض جهاز هضمي بقى كلها امساك غازات تقل من تحت مش عارفه تتنفس كويس حاسه ان فيه دايما زي التقل كده الأعراض الأعلى بقى شوية إن تبدأ كمية البول تقل شوية إن يبدأ جسمها يتنفخ شوية يبدأ الحركة تبقى ضعيفة شوية النفس بتاعها بيبقى أصعب شوية المراحل المرحلتين دول غالبًا مش بيحتاجوا علاجات في المستشفى في الغالب علاجات في البيت المرحلة الشديدة بقى هي اللي بتحتاج حجز المستشفى وأحيانًا نادره شويه بنلجا فعلا للرعايه المركزه او لو احتاجنا نقل بلازما او نقل بروتينات اللي هو القلب ومن الكلام ده كله <applause> بس دي بفضل الله دي حاجه نادره قوي مش بنشوفها كتير يعني ازاي بنشخص فرط التنشيط؟ فرط التنشيط يعني احنا من الاول بنبقى متوقعين ان الحاله دي احتمال اه تخش في, ال... في يجيلها الموضوع ده حالات تكاوس المبيض مشهور قوي عنهم القصه دي يعني في الغالب او بيخشوا في مرحله من المراحل دي بيبقى عندهم الموضوع ده التشخيص بيبقى باين من الاول خالص احنا من يوم سحب البويضات المبيض حجمه كبير هي فيها ميه واحنا بنسحب بويضات في ميه موجوده في قاع الحوض تبقى كميتها قليله شويه بس موجوده فده بيدينا فكره ان في احتقان شديد في الحوض الحاله دي احتمال اكتر تخش من غيرها ان هي تخش في فرط تنشيط <applause> بعد سحب البيضات بتبقى اعراض بقى الوجع الالم التقل، اعراض الجهاز الهضمي النفس الكلام ده كله الست بتبقى حاسه ان بطنها منتفخه قوي وحاسه ان في حاجه بتتحرك جوه المبيضين من كتر ما هم كبار قاعدين بيتحركوا فاعمل لها تقل ووجع من تحت فهي الاعراض هي بتبقى جايه الحاله مش خاصه نفسها على طول واحنا بنبقى متوقعين او متنبئين ان الحاله دي عندها احتماليه اكتر من غيرها ان هي تبدا في القصه دي طبعا تكيس المبيض هم الناس اللي نخاف عليهم الموضوع ده اكثر ناس معرضين للقصه دي بغض النظر عن الجرعه بغض النظر عن الـ 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 البروتوكول العلاجي بغض النظر عن جرعه التفجير هم اكثر ناس معرضين لموضوع فرط التنشيط اللي احنا شايفينه دلوقتي ده سونار لتكاثر المبيض لا ده, ده سونار لتكاثر المبيض الحالات دي بيبقى عندها خلل هرموني بيبقى عندها عدد بويضات كبير جدا لما بنيجي نسحبه سواء بقى احنا قللنا الجرعه او ما قللناهاش الا العادة العدد الكبير ده هو كيف كيف يعني كافي الواحد ان هو يعمل خلل في الهرمونات والاندستريال جروس فاكتور وبقيه السلسله بتاعه فرط التنشيط. من كلامك انا فهمت ان فرط التنشيط ده لما نيجي نتكلم على هاو تو مانج او كيف نتعامل مع الحاله انها في احتمالات ان أنا لازم زي ما بيقولوا أثبت أن فرط التنشيط أو أتوقعه؟ أهم علاج لفرط التنشيط هو توقعه من الأول وإن إحنا نمنعه من الأول. أنا فهمت صح كده. هي المقدمة بتاعت حضرتك يعني ممتازة. <applause> هي إن آه ال... إحنا نمنع فرط التنشيط ده من أول زيارة في العيادة، من أول ما عملت سونار لقيت تكيس مبيض، أنت الحالة دي متوقعة جدا إن هي تخش في الموضوع ده. آه في بروتوكولات معمولة لتنشيط المبيض مخصوصة للحالات دي، في جرعات معينة بنديهم جرعات أقل شوية من غيرهم. بنديهم جرعات تفجير بدل ما مثلا ما ندي امبولين ثلاثه بندي امبول او نص امبول في طرق ثانيه لتفجير البويضات بتبقى اخف شويه اللي عمل فرق كبير جدا بقى في موضوع فرط التنشيط ده موضوع تجميد الاجنه ان هو لما بدات الدنيا تبقى احسن والتقنيه بقت اوقع شويه ونسب النجاح المجمد زي الفريش دلوقتي وقد تتغلب عليها احسن كتير فبدانا نلجا على طول للتجميد الكل ان احنا ما ننقلش للست دي بوضع اجنه. الست اللي ما, نقل... ما حطتش اجنه وما حملتش غالبا حتى لو في فرط تنشيط متوسط او شديد احنا بنتكلم في بحر من خمس ست سبع ايام بالكتير والاعراض دي كلها هتروح. احنا عايزين نشرح الحته دي بالتفصيل للناس. بالظبط هي الـ الـ كل الاعراض دي بتبدا مع حقنه التفجير، حقنه التفجير ده كانك حطيت ميه على زيت سخن بالظبط فالاحداث كلها تبدأ من هذه المرحله. حقنه التفجير دي بتقعد شغاله من خمس لسبع ايام خلاص؟ لما بنقلل الجرعه شويه بتقلل الاعراض بس مش بتمنحها هي برضه معرضة طيب لما تاخد الحقنه بتاعة التفجير وسحبنا البويضات والدنيا تع... عادنا خمسة ست ايام الدنيا تعبانه اهي لو ما نقلناش الاجنه خلاص المفعول بتاع الحقنه دي بيختفي ويروح من الجسم مع نزول الدوره الهرمونات كلها بتهبط كانك بالظبط دايس على دواسة البنزين ورحت رافع رجلك العربيه هتقف هتاخد وقتها وتقف بالقصور الذاتي ده اللي بيحصل كان زمان قبل موضوع أنت وانت جمدت الاجنه بقى خلاص انت كده اللي حصلت عليها من ال... من السايكل دي انت جمدتها ده اجباري دلوقتي إجباري. آه. لازم, آه. لازم. آه. ان هي لو آه. دي لو حملت بقى في الاجنه دي وكملنا السايكل دي هرمون اللي هو بتاع الحقنه التفجيريه اللي هو هرمون الاتش سي جي اللي هو بالمناسبه هو هرمون الحمل نفسه آه. ده بيتضاعف كل 48 ساعه تقريبا فالست دي هتقعد شهرين ثلاثه اربعه في حوارات ملهاش اي لازمه خالص ومشاكل واعراض زايده جدا. فهو العمده هنا الحجر الاساس في العلاج، التنبؤ بالقصه، بروتوكولات خفيفه للتنشيط بطريقه معينه، وتجميد الاجنه وعدم نقلها، وبقيه الاعراض بقى كلها بفضل الله بتعالج بسهوله يعني او المسكنات، الحاجات اللي بتعالج اعراض الجهاز الهضمي. و يعني لو محتاجه بقى مثلا صوديوم بوتاسيوم الليفلز بتاعت المعادن دي نقدر نظبطها لها عندها مشكله في التجلط بنديها حقن سيوله، بنديها سوائل مالئه عشان نعوض البروتينات اللي خرجت من الدم ده، يعني في حاجات كتيره بنعملها كعلاجات بقى للاعراض نفسها لحد ما المرض نفسه يقف لوحده يعني. والموضوع بيتسيطر عليه تمام، لكن الاجنه المجمده دي لما تيجي تحقنها انت يعني ترجعها تاني نزرعها شهر آه. الشهر اللي بعده او اللي بعد بعده، يعني بعد شهر او شهرين من القصه. جسمها ارتاح. ولا كانها عملت اي حاجه خالص، بيرجعوا لحجمهم الطبيعي تماما طنط الرحم بترجع للاول خالص ولا كانها عملت اي حاجه خالص <applause> وفي الحالات دي فرصه الحمل هنا احسن كمان يعني يعني كنا زمان احيانا زمايلنا كانوا ممكن يزرعوا اجنه في, الـ في, الـ في الشكل ده في تعبانة او كده كان برضو فرص الحمل مش حلوه لان ست جسمها مستفز جدا يعني كل حاجه فيها ملتهبه كل حاجه فيها محتقنه ما بتبقاش فرص النجاح عاليه <applause> على العكس لما بنجمد ونديها وقتها شويه كأنه حمل طبيعي بالظبط يعني ظروف الجسم والهرمونات بتبقى مظبوطه جدا وبنقدر نتحكم فيها احسن يعني ما هي الاخطاء او التصرفات التي تراها في منتهى السلبيه في موضوع او فيما يتعلق بموضوع الاوفر ريسبونس <تسجيل> او الفرط التنشيط اوفرين هايبر ستيموليشن اه اوفرين هايبر ستيموليشن يعني هو موضوع فرط التنشيط ده المفروض ما نتعامل معاه بحكمه وبخبره لانه هو لو اتعاملنا معاه باستهتار وسيبنا الحاله لا يا ماما اقعدي في البيت لا ما تجيش لا خدي مسكنات خدي مش عارف uh، يعني بنشوف احيانا بيدوا حقن اللي هي المسكنه اللي هي النسترويدال وكده دي بقى اصلا ليها تاثير سلبي على الكلى في الحاله دي اللي هي اصلا عندها مشاكل في الجهاز الدوري عندها مشاكل في الدم اللي رايح للكليه فانت بتحمل على الكليه اكتر فهو التعامل هنا لازم يبقى بحكمه شويه بخبره شويه ما فيه استهتار وبرده ما فيه مبالغه لان احنا بنشوف برده من ضمن الاخطاء الطبيه اللي بتحصل بتروح عند مثلا دكتور اشعه ولا حاجه فيعمل سونار يتلاقي ميه ويتلاقي دم ويتلاقي في البطن فيبدا تيم الجراحه يخش يعني اه يبدا آه آه بقى نفكر بقى في افكار آه متطرفه جدا نفتح البطن نشيل المبيض نشوف الافكار دي كتير اه 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 <applause> يعني انت هنا بتتعامل مع حاجه هو مش مش عارف اولها من اخرها مع ان الموضوع فعلا هو سيلف ليميتنج في خلال ايام يعني هو بيخف الواحد اه بيخف يعني أو في, في الغالب الاعم الاعم ان هو من الخفيف للمتوسط ده ما بياخدش ايام كتيره حتى الشديد مع نزول الدوره انتهى خلاص الموضوع بيخلص بتظبيط شويه سوائل فلويد تشارت انا عندها نقص في الحاجه الفلانيه بروتينات معادن بنعوضها لها محتاجه بلازما محتاجه من محتاجه اي حاجه بنظبطها وخلاص فهو التعامل لازم يبقى بحكمه بدون استهتار وبدون مبالغه ورد فعل متطرف فتح وشيل والكلام ده كله. اي حاله طبيه دايما احنا بنخاف من حاجتين بنخاف من المفرط ومن ومن يعني اللي هو بيطنش يعني ومن المفرط في ريسبونس تمام, تمام التفريط والافراط في منتهى الخطوره في التعامل مع مثل هذه الحالات التفريط ان انا اطنش اقول بقعد مسكن ونامي وبتاع ما تتصلش بالليل وقف الموبايلي الافراط ان انا بقى ريسبونس انا بقى اللي هبقى اوفر هايبر استميوليشن يعني خطير اوفر قوي خطير جدا اه يعني حد يدخل يشيل بيبيض في حاله زي دي لا يعني بيتصرف تصرف غريب ده تصرف <applause> <كتب> متطرف <من> جدا وخطير جدا وتبعاته وملهاش حل يعني اه ما وهو الموضوع فعلا سيلف ليمتنج انا مش عايز الحلقه تبقى ماشيه في سكه الخوف لان هو ده مش في كل الحالات ومش في كل حالات تكيس المبيض الفكره بس ان التكيس المبيض فرصتهم اعلى شويه لما بدانا نطبق البروتوكولات دي وبدانا نعمل تجميد الاجنه وبدانا نلجا للاساليب دي والادويه اللي بتقلل ارتشاح الميه الموضوع اتحسن كتير جدا الحالات ما بتاخدش ايام بسيطه والموضوع بيعدي وخلاص كالعاده بتبدا او بتختار اشكرك ان انت شكرا إن اخترت موضوع في منتهى الاهميه واحد من اهم المواضيع اللي بنتكلم فيها في خلال الشهور اللي فاتت دي واول مره نحط ايدينا عليه بالتفصيل ده ونتكلم عنه لوحده بالتفصيل ده وتبين لي فعلا ان المشكله مش فيه المشكله في ردود الافعال حواليه المشكله مش في الحاله المرضيه ده المشكله في طريقه التعامل مع هذه الحاله المرضيه زي ما احنا شرحنا بالتفصيل مع ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الاستاذ الدكتور احمد مرتضى استشاري الحق المجاري واطفال الانابيب وتاخر الانجاب بمراكز الطب العريقة نورت يا دكتور احمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا خليكم دايما شكرا. مع الدكتور